أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: أرى بعض الناس يصلي بعد الظهر 4 ركعات، وقد علمنا أن قبل الظهر هناك 4 ركعات، هل ورد في هذا شيء؟ نعم، صلاة 4 ركعات بعد الظهر هذا طيب، وصلاة 4 قبلها أيضا هذا طيب، صلي 4 قبلها و4 بعدها. إن صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها بني له بيت في الجنة، صح الحديث بهذا، صلاة 4 قبلها و4 بعدها. نعم، يكون راتبة، هذه راتبة قبلها وراتبة بعدها. نعم.